السؤال الذي سيطرح بعد العشرات الكتب اللي ذكرتها لحضراتكم دي ومعرفتها مهمة، ازاي بقى نبني منهجية لدراسة المذهب الحنفي بعد كل هذا الكلام؟ طبعا في منهجيات كثيرة، منها المنهجية اللي كتبها الدكتور لؤي، منها المنهجية اللي كتبها الأستاذ محمد رشيد، منها المنهجية اللي كتبها السبل المرضية، فلكل واحد طريقته في عرض المنهجية اللي يراها أصوب. وأنا لن أقدم منهجية متكاملة، لأن اقتناعي الشخصي بأن المنهجية الصحيحة هي المنهجية اللي سيتمها الإنسان إلى آخره، أي منهجية يسير عليها بأي صورة المهم يتمها لآخرها. والمنهجية دي تحتاج أولا أنه تكون من خلال متن، فأنا ذكرت لحضراتكم نور الإيضاح واتحاف الطالب، دول في العبادات فممكن يكونوا بداية، ونور الإيضاح مؤلفه اللي هو الشرنبلالي له عليه شرح مختصر وشرح مطول، وعليه حاشية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. متحف الطالب أيضا مؤلفه له عليه شرح، فدول ممكن يكونوا بداية. وذكرنا بعد ذلك من المتون مختصر القدوري والمختار للفتوى وبداية المبتدي والوقاية والنقاية وكنز الدقائق وملتقى الأبحر ومجمع البحرين، وفي غيرهم، في منظومة الخلاف للنسفي كانت مخطوطة إلى وقت قريب لكن هي حاليا تحقق في رسائل ماجستير ودكتوراه، في متون كثير. فالإنسان يختار له متن إن استطاع أن يحفظه أو على الأقل يستوعبه مع دراسة شرح له، يعني مثلا مختصر القدوري مع اللباب، مختار للفتوى مع الاختيار، كنز الدقائق مع تبيين الحقائق، البداية مع الهداية، الوقاية مع شرح له، النقاية مع فتح باب العناية، أي متن يستطلعه، ثم بعد مع حفظ أدلة المذهب من خلال مثلا أي كتاب من الكتب المختصرة في أدلة المذهب، مع دراسة أصول الفقه على الطريقة الحنفية، مع معرفة مدخل المذهب اللي هو من خلال عقود رسم المفتي أو الدورة التي أقدمها لحضراتكم، وبعد كده يتطور ولا بد أن يصل في مرحلة ما إلى الاطلاع على المطولات من الكتب المهمة جدا اللي لم نتعرض لها لأنها متسلسلة، حاشية ابن عابدين وتدرجها وأصلها وكتاب الحصكفي وغيره، لأنه كان عرضا سريعا لم نتناول كل كتب المذهب، فالواحد هيترقى من المتون إلى شرح مختصر لها مطول، ثم بعد ذلك يصل إلى كتب المطولات اللي هي بدائع الصنائع أو المبسوط أو حاشية ابن عابدين، ولا بد أن يكون له مع ذلك خطة قراءة، فلا يفوته قراءة كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن وكتب أبي يوسف وغير ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن أيضا، حتى يصل إلى استيعاب واسع لكتب المذهب الحنفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.